حياة فن مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ملا فاش تستنى وعدل الموجة مع نور ولي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فن. رمضان على الحياة فن بنينة أخرى. أكيد بنا أخرى على الحياة فين. مرحبا بالناس كل اللي معنا بلا المجاعلين عب 93.3. هذا هو جونا وهذه هي بنة رمضان من تواحت للخمسة متاع العشية، وين نودوكم بمختلف الفقرات وأيضا ندخلوا للكوجينة بأحسن الدبارات كما العادة. تشنشينا باش تكون موجودة، ليوسات باش يكونوا موجودين، وأيضا فقراتنا كما صندوق عجب وأغيرهم باش يكونوا موجودين. جونا الزحافل إن شاء الله معاكم، إن شاء الله هكا يوصل لكم جونا وما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا A3W وإلا A93.3. هذا هو جونا. سينو نسلموا على الناس كل اللي قاعدة تسمع فينا، نسلموا زيد عليكم لي زانترنت الكل اللي ديما تابعوا فينا على الباج أوفيسيال متاعنا على الفيسبوك وإلا على صفحتنا الرسمية. أيضا تحية كبيرة 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 لتوكال لكل يوم أمنت لنا الحصة متاعنا. أكيد احنا ديما نتلهيو بصحتكم، مادام نتلهيو بصحتكم نختار لكم كل حاجة صحية. هذاك علاش اخترنا توكال باش تكون معانا تيلة شهر رمضان. هكا نودوكم بالحاجة الممو، بالحاجة البنينة، والحاجة الصحية. كيقولوا توكال دائما نقولوا حاجة ما فيهاش مسابرات، حاجة صحية مختارة بالكعبة بالكعبة، أيدي تونسية، حاجة فينو، حاجة بنينة برشا برشا. نحكيو على دي برودوي متنوعين من الهريسة للهروس. كي نحكيو زادة هريسة نقولوا هريسة منار التجربة، والهروس البنين باللفاحات الحلوة والبنينة برشا برشا، خاصة هكا كي دوب من حلو الحكة وكل ريحة البنينة نشموها، ريحة التوابل والثوم الفرشكة اللي هذه ما هوش جديدة على توكال بيان سور. سينون زيدا في الحلو توكال عندما تقول ما بين لي برودوي كيما المعجون على كل لون يا كريمة، اللهم صل على النبي، من السفرجل، من المعجون، من اكيد لابريكو للفخاز. هذه اكيد انواع واشكال على ذوقكم الكل. هكا احنا دائما نختاروهم لكم باش نعملوا بهم احسن واشهى لي روسيت باش نعاورونكم في دبارات كل يوم. سينون زاده تحيه كبيره للكيب الكل اللي باش تامن لكم للحصه لليوم. تحيه لزميلتنا ايمان بخيت في الاخراج التقني معانا لليوم. تحيه كبيره زميلنا سهيل في الديجيتال، وزميلنا ايضا سيف الدين بولاريس في الديجيتال. ايضا تحيه كبيره برشا لكل ما هو في الاكيب، وايضا قدموا تحيه للناس اللي قاعده تسمع فينا حتى الاكيب اللي ما نجموش يكونوا معاكم. سينو نور بيجي مقدم الميكرو، وكما العاده نرحبوا بالاكيب اللي معنا في الاستوديو. مرحبا بك حمزه. عسلامة، مرحبا نور، مرحبا بيك وكيف مستمعين إذاعة الحياة فهم. مرحبا لكيب الكل. اليوم هكا فما حاجة هكا كالم نحس فيها هكا فما سوربريز مع الطقس زادة مش معانا. أنا نظن فما سوربريز، ما نعرفش كانت شاطرني الرأي نور، ما نعرفش هو ديما أنا نحس أنا خاطر ديما مفاجآتنا تكون تسبقها الهدوء، معناها يسبقها الهدوء قبل العاصفة، السكينة والهدوء. اللي بقدرة ربي إن شاء الله هكا سوربريز ماهمش غراب علينا، وان شاء الله ديما هكا باللي سوربريز الباهين، خاصه زاد الطقس اليوم موالم برشا برشا مفاجئات. يلا سيدي مرحبا بيك. مرحبا شيف امين. مرحبا نور، مرحبا حمزه، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحه. بالنسبه لليوم باش نعملوا سفره صغيره، باش نسكن في البطاح وباش نعملوا دوره في بلاد هكا مزيانه. هذا كل البطاح نتاع الهريسه منار جربه. اي نعم اي نعم. انا باش نطلعوا للمناره من اليوم، نطلعوا للمناره باش نطيبوا حاجه غادي بنينه ياسر. نعملوا سفره هكا في البطاح ودوره من بعد في البطوات الصغار، وباش نعملوا دوره في ميدون، وباش نعملوا دوره كبيره مزيانه. هكا خلينا نحرق شويه الاحداث، فما اكلات بحريه في الحكايه ولا لا؟ لا مش بحريه برشا. مش بحريه برشا، مش بحريه برشا، في البحر، جوست في البطاح الحكايه. لا جوست في البطاح، الثنيه على البطاح هكا. خيبيا سيدي، اكيد نستناوكم بعديك في المالح وفي الحلو. ديما الحقيقه تودنا كان بالحاجه البنينه برشا برشا. شيف امين ديما
يعطينا هكا لي كالوري الحاجات الصحيه الحاجات الفيجان زيد الناس اللي هكا ما تاكلش اللحم والا نباتيه. شيف امين ديما يعطيكم برشا دي روسيت باش ما تحيروش في سفره رمضان. هكا مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله هكا نعديو معاكم اميشن حلوه برشا برشا. نسلموا برشا على الناس اللي تسمح فينا زاد من خارج اراضي الوطن، تحياتكم راهي قاعده توصلنا. ان شاء الله احنا هكا نشارككم الاجواء الرمضانيه معنا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. هذه هي بنت رمضان. بنت رمضان، بنت رمضان. 23 دقيقة بعد مدي تيثا. مرحبا بالناس الكل اللي معضلة الموجة علينا، مرحبا بالناس الكل اللي دخلت للكوجينة، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في كراهبها. احنا مكملين معكم حتى للخمسة متاع العشية دائما بمختلف الفقرات. لقيت هذي تحضروا كل ورقة والستيلو وإلا تدخلوا على الباج فيسبوك متاعنا وين تلقاو تشانشينتنا كيما كل يوم. حضرنا لكم من القاعة الخابية تتسويت في تشانشينة. وقيت التشنشينة تشنشينة. يا سيدي تشنشينتنا لليوم سهلة برشا يا جماعة، وديما ديما منقاعة الخابية. ما عادش وقتش جبنا تشنشينة من فم القل الخابية، ديما منقاعها. تقول على فرستنا الزرقاء تحرث بمحرث ذهبي، واه اكتب يا حمد. تكلمت الزريعة شوفوا هالعجب، على فرستنا الزرقاء تحرث بمحرث ذهب. تكلمت الزريعة شوفوا هالعجب. هذه تشنشينتنا لليوم. الصنيعة ما هيش خليقة معروفة السيبان. عرفتها عرفتها ماذا ما عرفت الحل سير تراحة يعني اكتبولي في ورقة خن وما توريش شفامين. خلي شفامين يجتهد يجتهد وحده معنا ترى هو لما حالك كان توريني حاجه غادي سيريو تليفون لو بعيد 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 من قاع الخاك راني اي الحمد لله خاطر بالحق بعيد باش نطلعها باش نطلعها. انا سهله سهله على الاخر. وشوفوا الحل نتاعها في وسط تشنشينه بيدها على فرستنا الزرقاء. الزرقاء مو كلي هذيك تحرث بمحراث المحراث مو كلي ذهب. تكلمت الزريعة موكلي شوفوا كلهم موكلي كلهم موكلي صحيح. والله الحل في وسطها، الحل متاع التشنشينة في وسط التشنشينة سهلة برشا برشا. لو ما تنساوش تخليو إجاباتكم على الباج أوفيسيال متاعنا جوست تحت البوبليكاسيون. عندنا كادو أكيد كل جمعة للناس اللي تشارك معنا بيان سور وتلقى الحل. فما تشيغاج وصور يصير كل نهار جمعة ليكم أنتوما. تنجموا تربحوا كادو مزيان من عند الفريقي جي إس إم، تليفون تابليت فابليت أي حاجة تكنولوجيك أكيد احنا نهديوها لكم بيان سور من اهداء الفريقي جي اس ام. ليه حمزه ماهيش الحوت؟ نسيتش انا سهلت على الجماعه والله نسخايك قربت نسخايك قربت على انا قلت صنيعه ماهيش خليقه. ايوا ضاعت عليك. ايه من تعرف هالتنشينه؟ لا ما تعرفش. سيف هذاك عنده اقتراحات، حتى كان باش يعطيني اقتراح باش يعطيه لي سبيسيال شوي تهنا جربوا حظنا. سيف شو عندك اقتراح؟ ال بومشيحة بوما يا لطيف ما ينجم كان يكون اقتراح. سيف يعطيك صحة سيدي على المحاولة. سيف بارك الله فيك ميرسي بيان. يلا سيدي هذه تشنشينتنا لليوم. تشنشينة وقيد التشنشينة تشنشينة. يلا سيدي احنا مازلنا متواصلين معاكم هكا ان شاء الله ندخلوا لدياركم بالبهجة بالضحكة. حتى هكا كان فما شوية وتاكا ستريس من الخدمة ولا حاجة ان شاء الله هكا احنا ندخلوا ونحفلوها معاكم حتى في الكوجينة. اخويا قويلي قويلي شوية في الراديو مسيج مسيج يتقويلي هكا في الفراجون والناس الكل هكا نعملوا امبيونس حلوة برشا برشا للناس اللي في الكوجينة للناس اللي مروحة في كراهبها للناس اللي في ديارها. نسلموا عليهم برشا برشا. يلا سيدي توتسويت سيدي مرسول وراجعين. يلا ميه بالميه مختار من اعز ما فما من طماطم للغله هذه هي توكال. توكال فهمتنا الكل. توكال فهمتنا الكل. مدام توكال فهمتنا الكل احنا توتسويت ماشيين للكوجينه اكيد ودائما محضرين لكم الغوسيت متاعنا ما بين الملح والحلو في غوسيت توكال. Recette, tu cales.
ايه شفامين، انا وليت فان بيك وفان بالطيب وبالكوجينه. رمضان السنه محفلينا اكيد بالمختلف في لي غوسيت ما بين المالح وما بين الحلو. اي سي امين، اش عنا اليوم؟ ندخلوا في الموضوع ولا نحضروا شويه هكا قبل ما ندخلوا في الموضوع؟ برك طلعنا حاجه بنينه. انا نور نحبوا يطلعنا توا على البطاح كما قال بكري ويهزنا وكذا المناره والدنيا والكل. قول انت اما ما عادش نزلوا معانا الحقيقه، باش نزو كن حاسب الكاسكيس القروي، نزو ماتريال، نزو معون القروين اخويا، لومبرانت نتاعنا حاجه برمي معنا العادات والتقاليد، تطيب في النحاس و الحقيقة يزيد بنا مم برشا عبد يقولوا اليوم مش صحي ومعناها والله تنطيب في الحاس نتاعنا بحق عامل وبسبيسيال صدقني يزيد معناها يزيد يعطي اوريجيناليتي، يعطي امبرانت، معناها يعطي طبعا مزيانه للسافور وللجو وكل شيء. صحيح بيان. دونك ندخلوا في الموضوع اليوم، عنا روز جربي. اليوم باش نعملوا روز جربي هكا شهوة برشا ناس. هو الحقيقه معناها الجرابه عندهم اوقات معينه يطيبوا فيها الروز جربي، ديما معناها في السيزون اللي يعملوا فيها الهريسه العربي نتاعهم. أيوة. خاطر هو معناها الروسيت اوريجينال ما فيهش طومات كونسونتري، ما فيهش طومات كونسونتري، يعملوها بالهريسه العربي كاو يفوقوا بالطبيعه بالفحات نتاعهم، فما اللي يحطوا فيه القديد. ايوا ممكن معناها برمي الولايات القلال اللي قاعدوا محافظين على عادات تقاليدك حضروا القديد بعد العيد الكبير، يخليوا العلوش مثلا يذبحوه اليوم غدوه ياكلوه. فما حاجات معناها الحقيقه قاعدوا محافظين عليها بالكبير بالكبير تحيل اهالينا في جربي. احنا مش نعملوا هكا روز جربي، اما موديفيه شويه، نبدلوا شويه خاطر الحقيقه معناها فما عباد يحبوا معناها الروسيت اوريجينال. انا قلنا ديجا راهي 100% هريسه عربي ما تجيش فيها حاجه، تكون محرحره شويه، فما عباد يتقلقوا فما عباد ما يساعدهمش. فهمتك. تو ديبون كل واحد وكيفاش. هو شوف يعني كيما قلنا الروز الجربي التراديسيونيل بالقدي يجي فيه هكا يجي شنو فيه. تعليقك على الناس اللي تعمل فيه بسكالوب؟ سكالوب ما عادش جربي كيكا ولا روز شو نسميوه حاجه اخرى الا جربي معناها. هو راهو شو ينجموا يعملوا بالسكالوب، ينجموا يعملوا بالكبده. روز جربي على فكره فيه القلب وفيه الكلاوي وفيه الكبده، معناها فيه كل شيء، معناها فيه الدوره كامله، الدوره الكل الدوره معناتها المصرانه زاد هيك. تعرف المعلومه هذه هنا طيبوها نحن في الدار. ايوه طيبوها هكا معناها بالبريسك بالدوار. المصاره هذه المصاره انت تغسل وتحس تروف تروف ومعها القلب ومعها الريه ومعها الكبده ومعها الكلاوي هذيك كل شيء. بالله خلينا نشوف زاد امنا طيبوا بنفس الطريقه هذه ولا الطريقه اللي انا حكيت عليها معناها بكري اللي هي بالحميه بالسكالوب. امنا تفرت العصبانه بينا تفرت العصبانه بس الرز الجلد. تحذر عصبانتها تبدا بالحق. امنا والله يعطيك الصحه خاطر فما برشا هكا عباد يستسهلوا بالذول طلعتنا اوت في الخناقه. لا صعيب راهو ماهوش ساهل راهو بالحق رز جربي. شوفوا انس باش تعملوا رز الجربي في داركم ما تعرفش تعرف تاكل انس بالحوت بالحوت تعمل بالحوت. الا نتفنوا اللي يقول لك اللي كيف يتفنوا في الرز الجربي لهنا. يلزم 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 واحد يدل روحه من فابيس والله. امال شوف كان نعطيك الروسيت اللي نعم به هنا معناها كيكا نخسروا بعضنا خليه كان نعطيك الروسيت تاعي خلينا نسكت اخويا باش نصلح اليوم الغسيل. لا على فكره يعني قلت لك ينجم مثلا ما ياكلش اللحم معناها يعاود يسكالوه. ديما الحلول موجوده فهمتني. صح 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 احنا مش نعملوا هكا روسيت شويه موديفي شويه منه شويه حقيقه تراديسيونيل. فما اللي ما ياكلش القلب الكبده كذا واحنا ما عندناش في العادات نتاعنا في قروين ديما نطيشوهم هذوك على غالب القلب والكبده يتلوحوا في قروينا. ما احنا ما نلوحوهمش. فما معناها ماجوريتي ما ياكلوش. اي ماجوريتي ما ياكلوش العاده. صحيح تصديقا للكلام امين يستعملون كيف في العيد الكبير وقت الدوارة معناها باش يعملوا بهم يا عصبانة. في العصبانة مغطية يغلفوها في العصبانة سيتو. على فكرة هما ديجا معناها حتى الاسبي المنظر نتاعهم كي يبداو هكا مفورين يبانوا كل الكبدة انهم تتعادى في قلب غلطة. يعني كبدة به الوغ رز جربي كما قلنا موديرنيزي شوية ما نحافظوا على التقليد هذا حسب فهمت. يا سيدي شنو نسحقوا؟ يا سيدي نبداو بالليزانغريديون نتاعنا. باش نسحقوا 300 غرام روز. 300 غرام روز لاستوس الكل في سير روز سير روز. دون
الروز باش نعملوا له رانساج، معناها ناخذوا كاسكاس نتاعنا باش نفخوه في الماء، عباره باش نغسلوه، فهمتني؟ عباره نحيو منه كل شيء الكل. نغسلوه 6 مرات، خليه نغسلوه مره، معناها نخليه يستقطر، نعاودوها لاكت هذه 6 مرات. منه يتنحى كان شيء، منه ديجا الكعبه من بعد حتى كي تيب ترى في ساعه. ما تقعدش شيحه، ما تقعدش يبسه. عندنا مشكله احنا ديما تصير في الديار، معناها حتى راه انا مثلا كي ضيفني حد ولا نمشي بحذا حد، يا الروز طايب اللي يعجن يا الروز شيح يبدا يبس، فهمتني؟ دونك احنا لاكت هذه العمليه هذه باش نعاودوها 6 مرات. 6 مرات معناها نحطوا في كاسكيس، نصبوا عليه ما يخليه يستقر، يستقطر بيه. بعد نعاودوا نفس العمليه 6 مرات باش نسحقوا 200 غرام لحم. 200 غرام لحم بقري، نجم يكون بقري، نجم يكون علوش، نجم يكون اسكالوب كما قلت فوالا، معناها طريقه. اما هو باش نعملوه احنا اليوم الحقيقه لحم علوش. الاصل لحم علوش شو معناها؟ باش ناخذوا احنا طرف مثلا من الكتله، طرف من لحمه الظل، فما فما لحمه ذي بنينه على الاخر، عباره نقولوا احنا الفيلي نتاع العلوش. ايوه فهمتني، فيها بنه الحقيقه وتبدا جوج. هذه مره عملتها مصلي بنينا على الاخر، يقول لي مصلي ولا حكى حاجه في الفور، نتفكر حاجه بنينا بنينا على الاخر الحقيقه. اكلي ما تفر طرفه. ايوه وحنا كل يوم قصوها كان جوده جوده، وحتى الشحم ما يجيش فيها شحم من البر. ايوا شحم يبدا فيها من داخل، نقولوا احنا بنا بترم تكنيك تسمى بيرسي. ايوا الشحمه نتاعها دون فاسون كتيب اكل الجريس الكل يذوب في وسط اللحم. فهمت؟ وصف انت ما شاهدت يعني حاجه بنينا برشا بي. Alors, 200 غرام كيما قلنا الحم، باش ناخذوا احنا الحم علوش باش نقصوه مكعبات صغار. مكعبات حم علوش خاطر ياخذ اكثر وقت تطيب من الحم البقري. باهي باش نزيدوا معاه 200 غرام كبده. الكبده باش نقصها مكعبات اكبر من الحم. كبده لهنا نحكيوا اكيد زيد على كبده بقري، يا كبده علوش يا بقري. اي الاكثر يمشيوا بقري زاد. وراه فما كبده الاسكالوب، كبده الدجاج نجموا استعملوه مع الاسكالوب معنا، ونجموا نستعملوه حتى مع الحمره. وقلنا احنا ديجا في الكومبينيزون فما حاجات يجيو مع بعض، الحمات معنا الحمره والبيضه يمشوا مع بعضهم، معنا الحم بقري علوش نجم يمشي مع الدجاج والاسكالوب. باش نسحقوا ربطه مع نص ربطه نقصوها في معنا في ما نقصوها فينو على الاخر نقصوها جويده جويده رهيفه. اه باش نسحقوا كيس حمص منفح منفخ منفخ. اه وتبيعه باش يكون من البارح هذا بيت حاضرين فما ديجا اللي كان جلوه يبدا حاضر. باش نسحقوا كابتن بصل بصل ولا 200 غرام ابينار لو السبناخ، ونجمو نعوضوا السبناخ بالسلق. ايوا باهي بالسلق واضح. ديما نمشيو معنا سلون ليغوم دو سيزون معدنوس قلنا باش نحطو احنا ربطه معدنوس. اي فوالا معدنوس معدنوس وسبناخ ولا معدنوس وسلق وسلق واضح. باش نسحقو شتار مغرفه هروس توكال بالطبيعة اكيد هروس توكال، مغرفتين طومات كونسونتري بيروكي متاع توكال فوالا مغرفتين توكال. باش نسحقو كيس جلبانه صغير. اي جلبانه. بالنسبة للفاحات مش نعملوا معناها ستاندر، مش نسحقوا شتار مغرفة على هذوما الكل. باهي نبداو، مش نسحقوا شتار مغرفة كركم، شتار مغرفة تابل، مش نحطوا شوية فلفل أحمر، فلفل أحمر ملح، ونجموا نحطوا كعبات هي كردامون الهي الهي الفروز، وما أكثر يمشي في الريسيت أوريونتال معناها نتاع الشرق والكل، أما يبان الحقيقة الهي الفروز. والله انا اللي عندك المطعم اللي هي ما حبيتوش في القهوه، اما في الماكله عدى روحه ما هو معنى في القهوه خاطر يرحيوه يترحى يمرى فوالا فهمتني. واللي يحب القهوه قويه راهو شي خالي على فكره. خاطر كل مراره نتاع القهوه راهي فما عبيد معنى سورتو اللي يتكيف ولا حاجه صحيح. يبدا عامل بون كيف على قهوه تحس هكا الهيل. انا نسمع غنيوا عليه الهيل والله صبوا هالقهوه زيدوها الهيل. قلت شنو حكيت الهيل خلينا نحطوا هالهيل، طلعت الهيل مع القهوه. بالنسبه هي ديما يقولوا معناها ديما اذواق القهوة نتاعها في القهوه قويه شويه، اما في الماكله ينجح. ديما انا ننصح نعملوا كسره هكا، ناخذوه مثلا طرف قماش نظيفه، نجمو ناخذوه في كومبريس، نجمو ناخذوه في طرف ساتان. ديما نعملوه هذيك نحطوا فيها مثلا في الروز نحطوا فيها الهيل ونسكروها مليح.
نجم نحطوا فيها الجارنيتور اروماتيك، نجم كيما نحطوا كشوش ورد وعود قرنفل في في الكسكسي، هذوما الكل نحطوهم في السره. سره كيفاش تكون هذه؟ سره معناها اي حاجه تخلي تعديك الجو هذاك، ما تحليش في وسط الماكله، ما عادش نحطوها في وسط المرقه احنا ولا في وسط حاجه اللي باش نطيبوا، باش من بعد مثلا ما نقعدش مثلا عود قرنفل نحي فيه بالكعبه بالكعبه لمون فرد بلاصه، ولا مثلا الكليل والزعتر وكل لمون. احنا جينيرالمون في الريستوران نعملوا بالخيط فيليت ونربطوهم مع بعضهم، اما تاخذ شويه وقت في التحضير، يعني احنا نعملوا سره مع بعض ونسكروها بالكدا ونرميها في وسط الخليط ولا في الملي فور ولا اللي هو كا بي. الو بالنسبه للي زانغريديون هذوما الكل كملناهم. دونك باش نتعداو تاع البريباراسيون تاعنا، كي باش نحضروا سي الروز الجربي. ايوه باش نقصوا اللحم والكبده بالطبيعه كما قلنا معناها مكعبات. تحب نزيدو نسهلو نقصهم بالمقص، عباره باش نعملو في العصبانه في الدار بالمقص تعطيني فيسا فيسا. باش نقصوا البصل والمعدنوس معناها تروف صغار، باش نحاولوا نقصوه معنا اصغر من النجم. واه باش نحطوا سي الروز نتاعنا، باش نفوحوه بطبيعه بالفحات اللي هو كركم تابل قلنا فلفل احمر قلنا ملح. مش نزيدوه شطر مغرفه لهروس ولا مغرفتين طومات كونسونتري، هذوما الكل باش نحلوه في شويه شويه زيت. انا عباره باش نعملوا كسكسي هذا كل عشايح. ناخذوا الكسكس نتاعنا نحطوا فيه الروز، نحطوا الفحات نتاعنا، شويه زيت من با شطر مغرفه، باش نحطوا مع الطومات كونسونتري ومعها الهروس. هذو مع عباره باش نكسكسوا احنا، باش نبداو نحضروا في الكسكسي. احنا باش نحضروا الروز دونك هذوما كل نخلطوهم مع بعضهم ونحطوا بالطبيعه الكسكس نتاعنا، نحطوا الماء يغلي نسكروه مليح معناها في الكوانيت سورتو باش ما يبداش فمك البير دينيرجي، معناها يبداش الهواء ضايع ولا الفابور ضايعه. توا باش نزيدو في الليتاب الثانيه، باش نزيدو المعدنوس، باش نزيدو السبناخ، باش نحطو معاه الحمص والجلبانه، نحاولو نخلطوها في الاخر خاطر الجلبانه جينيرالمون ما فيهاش روح. فهمتك. والمعدنوس نجمو زيد نخلطوه في الاخر، اما انا باش نحطو من الاول الحقيقه مع السبناخ. واضح هذه الحمص هذه الحمص ايوا باش انا يزيد يطيب اكثر. ركز معايا باش نحطو المعدنوس ديجا، رانا حطينا الكسكس نتاعنا وبدينا نطيب. انا حلينا النار الماء غلي، حطينا الكسكس سكرنا، انا سكرنا على هواء اللي نجم يذيع، باش نزيدو المعدنوس، باش نزيدو السبناخ، باش نزيدو الحمص والجلبانه، باش نخلطوها في الاخر معناها خاطر ما قبل ما يطيب. فهمتني؟ دونك اكل الحم والبصل نتاعنا باش نقليوهم، احنا الحم والكبده والبصل باش نقليوهم شويه من الاول، باش نخلطوهم تخليط اللي هما ديجا يبداو مقلين دو بلاش نقليوهم مش لدرجه انهم يوصلوا شي. من بعد نخلطوهم في البريباراسيون تاعنا اللي هو سي الروز. دونك هذه الكل باش نخلطوهم مع بعضهم قبل معنا هي المده نتاع التطيب باش ياخذ 30 دقيقه. واضح معنا كويسون كامله باش ياخذ 30 دقيقه. نرميو طري بالزبده في الاخر. سي تري بيان. طري فاكا مرسو نحط السمن، فما سمن فما فولة. صحيح صحيح دوب ليش كلي نقولوا احنا تخليها تذوب في الاخر. فهمتني؟ تعرق عليه كاو نتفقدوا الروز نتاعنا، هو معنا ما يفوتش 30 بالله. شوف الروز هذا ما يحبش التخليط، الروز كي يتخلط برش فما تكنيك معين. أيوة. كي احنا عباره نبداو كيما العصيده نعصدو نقولوا. أيوة. احنا راهي عجن لك الروز اوتوماتيك يتكسر. الروز جينيرالمون ما يحبش التخليط، اذا باش تخلط يزمك تخلطه عباره كانك تطلع في كلابي نطلع ضم، معناها تعمل موفمون سيركولير، تعمل دويره بالسباتولا نتاعك. فهمتني؟ معناها عباره باش تقلب اللوطاني للفوق ولا الفوقاني للوطاني. اذا تبدا تحرك هكاك عشوائيا راهو باش يعجن لك الروز. قداش يقعد هذا؟ قلنا ياخذ 30 دقيقه. 30 دقيقه يطيب على فابور، معناها باش يطيب في الكاسكيس في نحاسه وكاسكيس. فوالا الوغ نتفقدوا احنا اذا الروز نتاعنا طايب جو به، معناها معد نشوفوا الكعبه معناها ترشقت نقولوا احنا مطلوقه طايبه مليح سي بون. اذا مش طايبه مليح نعملوا اروزاج شويه معناها نمرقوها شويه باك الماء اللي يغلي دو بلاش خليه يكمل طريف في الاخر. اي عباره باش تبخها شويه. اي
هذا هو معناها هذه البريباراسيون البريباراسيون امتيانا ما تطلبش مهمون برشا وقت. هنا شوف كي قلنا باش نعملوا فيها موديفيكاسيون باغ اكزومبل اللحم نجمو نعوضو بسكالوب اي تصور تولي اقل نصور حتى من لي كالوري يتعاود شنو اخر كما قلت انت ديجا انا قلت لك التومات كونسنتري مثلا ماهيش معناها ماهيش في روسيت اوريجينال ايه طماطم حق نقولوا احنا ما نكثروا من الهروس يوكالوكا نكثروا ما هروس يلزم ما هي حاره الاوريجينال هكا ولا هو حاره الاوريجينال اللي يجيب لها ريسال عربي اي فوالا والهروس غير المؤسسه الهروس بنين وصحيح معناها ديجا حار ومفوح رتحنا من برشا حاجات ما يلزم لاسبي لاسبي العجينه نتاع الهريسه العربي ايوا فهمتك الوغ تكون ديما نيسيسير واوبليغاتوار في الغوسيت ينعم ذي الحقيقة هي روسيت أوريجينال عندي زميلتي الله يذكرها بالخير معناها قرينا مع بعضنا وكل حفظتني درسي على روسيت أوريجينال يعني وقتها جربية والله شو كيوريوز انا بالنسبه للبشر عبيد معناها والله يا جماعه هكا خلونا لي كومونتير نتاعكم اسكو الرز الجربي هكا طيبوه كيف بالطريقه هذه تعملوا فيه دي موديفيكاسيون وحدكم يعني بطريقه اخرى شنو تزيدوا فيه دو سبيسيال اما الغوسيت هذه اكيد بنينه برشا 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 هنا فيها هكا شيف امين انا ديجا نور جانسيستو بيان باش يعطونا مثلا دي زيدي نتاع روسيت ديجا طابت انا يابت الفيديو على الباج تاع الحياه فين يعطيونا هكا مثلا دي بروبوزيسيون شنو شاهين شنو حاجات نجمو نحضروا لهم لي روسيت نتاعهم نجمو نجاوبوهم معنا حتى نعملوا دي كونكلوزيونز غير نحضروا مثلا كل واحد شنو يحب بريباراسيون شنو حاجه شهيه نجمو نعاونوه effectivement كيما قال لكم شيف امين alors اي تسائل فيما يخص الكوجينه تحبوا لي روسيت نتاع حاجات معينه كي تنجموا تخليونا لي كيسيون نتاعكم وطلباتكم واللي ريكويست نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا جوست تحت لي فيديو روسيت توكال واحنا نحاولوا هكا نلبيو لكم طلباتكم ورغباتكم وشهواتكم كيف ما كل يوم سينون بعد شوي نرجعوا للروسيت الحلوه بما انه هكا الوقت باش يخسرنا شوي مثلش امنا هكا نعملوا ترتيحه صغرونا مع الموسيقى ونرجعوا بالروسيت الحلوه في توكال الموسيقى التونسيه تسويت نمشيو للسكري مع روسيت توكال روسيت توكال شوف بعد ما حطينا اكل الرز الجربي سي بون فوق النار وطاب وحضر والحمد لله طلع عنا الكعبه واختها كيف ما يقولوا نمشيو للسكري امتي انا اليوم شنو باش نعمل دونك سكري بعد ما باش نضربوه قد احنا نقولوا في العشاء باش نبداو هكا ما نحبوش نتحركوا ماذا بينا حاجه ديجستيف حاجه تهضم تعملوا حاجه خفيفه وبنينه ومن طون فيها برشا منافع معناها سورتو للصحه للديجستيون معناها العمليه الهضميه الكل باش نعملوا جلاس بالكونفيتور الكوان معناها بالسفرجل باش نعملوا جلاس بالسفرجل هذيا هكا تحس الدنيا بدات تسخن وقته بالضبط وسورتو معناها الحقيقه السفرجل فيه برشا فوائد يواجه معناها مشاكل الجهاز الهضمي كتوسكي نقولوا احنا اللي عنده غاز في المسارن عنده شويه قلق معناها يزيد يعاون معناها اللوبيزيتي توسكي سمنه كل امنا عينها برقت هكا فرحت حاسه سي بون ماده السلو الورقه باش تبدا تقيد على الجلاس نتاعها فما زاد فما معناها فما برشا عبيد انا واحد منهم عندنا كروفلو نقولوا احنا ديما حاشاكم معناها عندنا عمليه الغثيان ديما تصير بعد معناها بعد شقان الفطر ولا بعد ما ناكلوا بالطبيعه معناها يواجه زادة السرطانات فقر الدم انتي انفلاماتوار يطيح الكوليسترول معناها ما شاء الله توت اوبسيون صحيح اي سورتو احنا باش نستعملوه في معجون توكال دونك باش نسحقوا في لي زانغريديون نتاعنا اربع كعبات اصفر عظمه باش نسحقوا 20 سنتيلتر كريم ليكيد الكريم ليكيد هي عباره كريم معناها كريم فريش ليكيد ديجا تتباع ما نجموش نعوضو بالحليب الكامل لا احنا ديجا باش نسحقو معناها كريم ليكيد وحليب بي؟ دونك الكريم ليكيد راهي ولاو يبيعوا فيه في الدبابس الصغار صحيح كانت قبل تتباع بإترا بركه
تلقاوه معناه مكتوب عليه كريم سوبيريور. كريم سوبيريور واه بي. دونك باش نسحقوا 20 سنتيلتر حليب باش نسحقوا حكه معجون توتال بالطبيعة. باش انا اليوم باش نعملوا الكلاص باش تفرج تنجم تعملوا انت بالفريز بالابريكو برشا دليل وتنجم تعمل حتى بالكرموس راهو كلاص كرموس لا يعلى عليه. باش نروح نعمل باش نعمل الكلاص هنا شهيني برا بي نبداو في روسيت سهله مهله راه ديجا انا باش نسحق ولا سكر لا جيلاتين لا حتى شيء معناها ليزوم تاعنا عندنا ديجا بصفر العظمه والكريم ليكيد والحليب وباش نسحقوا بالطبيعه حكه معجون حكه معجون. دونك باش نبداو في البريباراسيون باش نركضوا الاصفر نتاع العظمه معناها اصفر نتاع اربع عظمات مع حكه المعجون نتاعنا المعجون والعظم مع بعضهم اي باش نحطوا حكه كامله معجون حكه كامله اي علاش اخترت السفرجل ديجا اقل سكروزيتي معناها بارابور الاخرين معناها اقل حلاوه نقولوا اقل حلاوه اون بلوس ديجا المنافع نتاعو اللي قلت عليهم بكري تري بيان بيه باش نسخنوا نحطوا الحليب نتاعنا والكريم ليكيد نحطوهم على نار هادي اهدى من نجمه فهمتني واضحه باش نحطوهم هذوما يطيبوا شويه مع بعضهم شيف سامحني احنا باش نسحقوا قلت لي 20 سنتيلتر كريم ليكيد وقداش حليب نفس كونتيتي نفس كونتيتي ريت 20 سنتيلتر معناها نفس كونتيتي نتاع الكريم ليكيد نفس كونتيتي نتاع الحليب ولا معناها حتى كيفاش نعملوا كونتيتي دوبل هذه هي روسيت تعطينا 6 من الناس تري بيان انا 6 كيسان صغار نتاع كلاص دونك اذا باش نسحقوا معناها الاكثر عدد من الاشخاص نعملوا فوا 2 فوا 2 اي بي جوست المعجون يولي في كعبه وشطر باش نسحقوا جوج احسن خاطر هكاك يولي معناها حلو برشا اكثر من اللازم واضح بي دونك قلنا باش نركضوا احنا اربع اصفر عظم مع حكه المعجون ليتاب الثانيه باش نحطوا الحليب والكريم باش نحطوهم يدفاو شويه من بعد معناها ميم با خليهم يغليو راهو باش نحطوهم يدفاو نتاع دقيقتين فهمتني على نار هاديه باش نزيدوا اكل العظمات اللي ركضناهم على المعجون انا عباره اللي تاب الاولى باش نخلطوها اللي تاب الثاني باهي هذوما الكل نحطوهم في الكاسرونه نتاعنا هي ديجا على النار باش نخليوها تيب وميم طون قاعدين نحركوا خليوها تيب ونحركوا دون فاسون ما يزموش الاصفر نتاع العظمه يتيب لين يعمل لك الكعابر ولا اذا عمل لك عابر اذا كعبرت لي بريباراسيون حاول نصفيها في ساعه ونبردها طول خذ هذيك اذا كعبرت راه اصفر العظمه طاب راه اذا طاب ما عادش تولي عامل بريباراسيون معناها ما عادش تنشحل ما عادش كلاس يولي حاجه تولي كلاس ما عادش تولي اومليت تولي اومليت كهو قلنا هذي الكل معنا وزمنا ديما نخلطو حتىكش البريباراسيون متاعنا تولي عاقدة شوية كيفاش التكستور عاقدة شوية تولي إيباس نقولوها تشبه مش للعصيدة عصيدة خفيفة ولا تشبه الكريمة تشبه الكريمة كهو خليو هذي الكل مع بعض ونخليوه يبرد حاولوا ديما نفرغوه في معون آخر معنا أبار الكسرونة اللي طيبنا عليه في الغاز حطوه طول في معون اخر دو بريفيرون زاد المعون هذاك يكون محطوط على رخامه خاطر الرخام الحقيقه معناه يبرد اي يبرد لليمون فيس احنا ديجا في الباتيسيري وكل ديما الكلاساج وكل نخدموا على الرخام على الرخام ابار عندنا سيلول ريفريجيراتور اللي طيح تمبيراتور كور فيس على الحقيقه اما ديما نمشيو للرخام احنا الو من الكاسرول اللي كنا مطيبين فيه نحطوا في كاسرول ونجمو ناخذ مثلا بول نحطوا فيه غلاسون نحطوا فيه وسط معناها المعون اللي صبينا فيه البريباراسيون كهو هذه البريباراسيون تاع قلنا خليوها تبرد بعد نحطوها في كونجيلاتور تحب تقسمها دي بول تحب تقسمها معناها تعمل حكه كبيره ومن بعد انت تقسمها في السهريه انت شنو تحب نجم تزيد معناها ديكولي نقولوا احنا تنجم تعملهم حاجه معجون حتى تنجم تزيد شويه شوكولاته كيلكو بيبي شوكولات تنجم تحط فيها زاد شويه غله شويه غله كريم شانتي تنجم حتى شويه فرويسك فرويسك الوغ وتاكلوا بالصحه وبالشوي الوغ غوسيت نتصور بنينه برشا 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 سينو هذا سؤال تكنيك شفامي بالنسبه للعظم ديما الناس يخافوا من الزفوريه خاصه في الكلاس لهنا كيفاش نجموا نكاموفليو لو كان هو ديجا باش تكاموفلا خاطر اول حاجه احنا اخترنا في المعجون
انا سون دي سوليوشن اسيد نقولوا احنا يعوضوا اللي فيه نتاعهم يكون اقوى من السكر. ايوه احنا جينيرالمون مش نحيو الزفوريه يا نحطوا شويه ملح. اي معناها اذا بريباراسيون سالي، اذا بريباراسيون سكريز نحطوا السكر فاني. سكر فاني احنا مش نحطوا معجون ما شاء الله، مش نحطوا معجون سفرجل وذيك، علاش انا ما حطيتش فيه سكر. فهمتني؟ فوالا سي تري بيان. الوغ ديجا معناها كان جماعه خافين هكا يقول لك باش نعملوا الكلاص في الدار وبالعظم والسكريه. احنا ديجا قلنا في البريباراسيون معناها مش خلطوا اصفر العظمه مع المعجون، معناها انه ديجا موجود في المعجون موجود السكر وموجود السفرجل موجود كل شيء. تري بيان تري بيان. الوغ يعطيك الصحه شيف على الروسيت البنينه هذه، برشا برشا بالحق اسي الحقيقه. روسيت حلوه برشا برشا فيت فين تصور تعمل، ما تطلبش برشا برشا وقت، ولي زانغريديون ينجموا يكونوا الكل عندنا في الدار وما تسحقش برشا برشا مصروف. هذه كانت لي روسيت نتاعنا لليوم بما يخص فيما يخص المالح عنا اليوم الرز الجربي، وفيما يخص الحلو عنا الكلاص البنين برشا برشا بمعجون تشوكال. وتبارك الله ما شاء الله عندكم منين تختاروا. يعطيك صحة مرة أخرى شيف أمين رماح على غوسات اللبنان هذوما اللي مدنا لنا بيهم كل يوم في غوسات تكالا. غوسات تكال غوسات تكال. يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم بعد شوية الجو الموسيقي باش يكون على المباشر معنا مع حمزة بالشيخ. وأيضا ما تنسوش صندوق عجب اليوم محضر لكم حاجة حلوة برشا ومزيانة من ديما احنا مقاعد الخابي ديما مقاعد الخابي. يلا تسويت الموسيقى التونسية مرحبا من السكولي دي الحياة فهم. الموسيقى التونسية وتواصلنا معكم من 9:30 بعد 4 مرحبا بالناس كل معادلة موجتها علينا. هذه هي بنت رمضان متواصلة معكم حتى للخمسة متاع العشية، وقيت انه نمشي للصندوق العجب ونجدو منه العجب ونحكيه اكيد الحاجات المزيانة تسويت في صندوق عجب. صندوق عجب صندوق عجب. اه يا سيدي مرحبا بيك حمزه بالشيخ، والله هكا الدينامو نتاع نتاع ليميسيون. مرحبا بيك. اليوم عندنا حاجه اوريجينال كي تصير حاجه حاجه سبيسيال على الاخر. نحن نتذكروا ديما العزيز علينا شي يقولوا وكذا، واذا يقولوا كلام يلزموا يرسخ في البال. واذا رسخ في البال يلزموا يترشم لهنا، وإذا ترشم لهنا يلزمكم تحلوا ودنيكم مليح وتسمعوا معايا اليوم. ماشي تنسى تسمعوا معايا اليوم اش قالوا جدودنا الملاح، جدودنا العزيز، جدودنا العزيز الغالي. هيا سيدي اسمعوا. قال لك يا سيدي ثلاثة يعمروا الدار، الحرث بالغبار والأولاد الصغار والزواج بنت الكبار، وثلاثة خسارة بني الدار الصغيرة وحرث في الأرض الحجيرة والغرض في المرا اليتيمة، وثلاثة عدواني عيني وذني ولساني، وثلاثة يربحوا النعجة والسبولة والنحل كان جاء، وثلاثة من الهبال الماشي للسوق بلا مال والماشي للبير بلا حبال والقاعد وسط الجماعة ومخذاش البال. وزادوا قالوا زاد جدودنا الملاح العزيز الغالين، الزين لنساء ونساء الخيرة الرجال والرجال للمحنة، كي تخالط ما تقولش أنا غالط، وكي تعاشر نحل ما تشكي من لسعاته، الزين النساء في السترة والراجل يتقاس بالهدرة، وما تحكم على الناس بالنظرة، كان تحب تشرب الماء الصافي شوف مجراه، وكان تحب تشد الغزال تبع أخطاه، وعمرك ما تقول كلام وما تعرف معناه، لازمك كلام موزون وزيد ثبت معاه، وكي تصاحب صاحب صاحب الراجل الفحل كي البارود ديما يخلي الدم يسيل معاه، الرجال يبانوا في الشدة وجه البارود كان طلع ما فيه ردة، الرجل ماهيش في الزندة والعظم عمره ما يكون في الكبدة، والسفيه يبان في الهدرة، الدنيا فانية كيفها كيف الرفدة، خذ بنت الوصول لعل زمان يطول، عز البنت مع ابوها ومن غير بوها تتهان، حتى لو كان شيخ القبيله خوها ولا رجلها ولد السلطان، تمشي ناس وتجي ناس وتبقى رضايه الوالدين تاج فوق الراس، تمشي تمشي وكان عييت ارتاح والمكتوب
لازم يجيك لو كان الطير بلا جناح. اللي باعك بالفول بيعه بقشوره، واللي نكر الخير ما ترجعه بدوره. اللي نساك انساه وما تخمم فيه، وخليه للعالي يتكفل بيه. وقول فمي مغلوق وقلبي صندوق، وربي من فوق يخلص الحقوق. يعطيك صحة، يعطيك صحة. محلي الكلام تاع قبل وكلام بكري، رجعتني لحكاية العروي. فما حكاية قال وقتها سألوا يذهلي سلطان ولا ملك ولا حاجة من هكا، واحد في الصحراء قالوا شنو تاكل؟ قالوا ناكل ما محضر، ناكل محضر ونلبس مستر، ونلبس مستر وحاجة أخرى في الأخر. كيفاش سايفه كل محضر ولبس مستر؟ هذكم هما حاجتين هذيك. وذولي حاجه في الـ في الـ في الزواج، معناه ناخذ بنت الوصول لعل زمان يدور. هذه هي فوالا هذيك. علاش كل محضر؟ كل محضر ولبس مستر وخذ بنت الوصول لعل زمان يدور. بالضبط. الوغ ناس بكري ما كذبوش بيان ما كذبوش ناس بكري. ومحليه كلام ناس بكري توا قاعدين نمشيو بيه ونتعاملوا بيه ونقفوا عليه. صحيح. معنى هالكلام صحيح. يمشي كل الأزمان وكل وصالح صالح وصالح لكل كل مكان وكل زمان وكل الأحوال زادة. بالضبط. والله رو نور رو شوف، ما حاجة راهي تمس من داخل من داخل اللي هي الإنسان وحبه، معناها للقيمة المادية اللي قاعد يعمل فيها قدامه، كلك سواء العمل ولا ما نعرف شنو. فهمتني؟ الإنسان هو مخير باش يصنع ولا باش يقرا كل حاجه هذيك يبدع فيها، باش يشوف معناها شنو هو معناها الحاجه هذيك وين باش توصلوا وين كل شيء. فهمتني؟ والكلام هذاك يتوزن ويبقى في البال، وتبقى انت كل مره تقيس وتلبس منه. اكيد اكيد. محليه كلام جدودنا، ومحليها اليوم السوربريز اللي عملتنا في صندوق عجب ياسر هكا انيماسيون، وهزيتنا معاك الجو حلو برشا برشا. ان شاء الله هكا كل يوم كيما معودنا، حبينا النوع ونحن لسادة بربي زاد لسادة المستمعين زاد واللي يتفرجوا فينا زاد نقول لهم رانا نحن حبينا النوع، خاطر في التنوع نتاعنا نلقاو نحن نبدو بكم انتم اللي تسمعوا فينا. اكيد اكيد. يعطيك صحة لي انت دائما زاده في الاستماع لاقتراحات الناس اللي قاعده تتواصل معنا، وهذا مش جديد عليك حمزه بشيخ. يعطيك صحة مره اخرى في صندوق عجب. صندوق عجب. صندوق عجب. هاي سيدي، احنا مازلنا متواصلين معاكم. والحقيقه هكا غزر لي حمزه، غزر له شفامين، غزرت له امنه، قالت كاو سيدي وقيت توا صحيت وقيت الوعاده، وقيت انه هكا ندخل للديار الجماعه، خاطر سي سيغ كاو توا الخمسه غير ربع الناس كلها راهي في الكوجينه. وابديت ندخلوا لهم اليوم. دخلت العاده، دخلت العاده، ما ادراك ما العاده. الله 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 الله. راه مش العاده اللي ندخلوها بالديار، معناها العاده بالعواده بالعواده وجو هذاك. لكن العادة متاعنا عادة ممدوحة بصلة على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا سي حمزة سيدي الميكرو عندك انت، واحنا هنا قاعدين نتصمتوا. يا ربي يا يا رب وانت رجايا ومالي مالي سند غير بابك من نار تنجي عضايا، من نار تنجي عضايا. يسبل علينا يسبل علينا حجابك، أنا دوايا ينشاق دير رسول. يا الله أنا دوايا ينشاق دير رسول. يا الله صلوا معايا صلوا معايا على هاشم الرسول. يا الله أنا دوايا ينشاق دير يوم شد الهول. يا الله أنا دوايا
لا يرى هون علينا بالمصطفى الله خير الورى خير المالية ليلتنا ليلة أنا طالت عادتنا بالسر والنور الله الله ما حد شط الرضا يا خالقي قبل المنية طلبت الرضا الله يا خالقي قبل المنية فالبتوقع نحن البس كامل علينا ليلتنا ليلتنا طالت عادتنا بالسر وهان الله الله الليلة الليلة حضرة وديوان لبيت الأخوان ناس يدجونا من كل مكان ليلة الله ذكر الجلالة ومدح الرسول ذكر في الكورال دوبل فونكسيون اللي ما يخدم سيف تعبني 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 اما محلاه والله محلاه يتعب اما ما يتلوحش تتصور اللي كيف ما غير سيف الحقيقه معناها والله ثم عنده شغم لولاي عنده شغم مش عنده شغم ربي ان شاء الله يفضلكم الكل الحقيقه اكيد ناس كل هنا يعطيهم الصحه الناس اللي قاعده تخدم على يعني اكيب بنت رمضان الكل اكيب الحياه الكل مشكورين الناس الكل اذن هكا الزميله تقول لنا رانا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم قبل ما نسكروا البرنامج على نصيحه وحل تنشيناتنا لليوم الوغ سهله برشا ويظهر لي صعوبه تاع الجماعه على فرستنا الزرقاء تحرث بمحراث ذهب قال لك شو تكلمت الزريعه شوفوا لها شوفوا شو تكلمت الزريعه هكا معناتها تكلمت الزريعه هي المحله بالحق هي تكلمت الزريعه ريال مول تشجينا فيها يعني فيها المقوله هذيك سينو الحل نتاعها سهل برشا ما عادش نعاود لكم هنا على فرستنا الزرقاء تحرث بمحراث ذهب تكلمت الزريعه شوفوا هالعجب باش تطلع عجب هذه والله هي عجب بالنسبه للبوك اللي تعديت خاطر بوتيتخ كانت اسختام ما يعني كانت ممكن اختراع اللي هي القلم الستيلو اللي انت شادو بكري انا نقول لك تراه وريني حاجه غادي تراها كي نبدا شاد ستيلو احمر انا ولا اخضر شو تقولي كيف ستيلو نفس الشيء صح قلت لي فرستنا الزرقاء معناها اي سير شو الزرقاء خاطر هي ريال مول بلومه راه اي البلومه اي صحيح تحرث بمحراث هاك الكتيبة ذهب يعني والله يعطيك الصحة بالحق نور والله يعطيك الصحة هذه يعني حاولت نفسرها
أما سهلة وكما قلنا يعني كان الإجابة تجي قلم راهي صحيحة والبلومة كيف كيف راهي صحيحة سهلة برشا برشا. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تفاعلتوا معاها. فما شكون من السادة المستمعين هكا قدامي هكا باللايف قال لك القرجومة القرجومة سي بون والله البلومة مش القرجومة القرجومة كان زرقاء نستشيروا طبيب وقتها لطف عليكم لطف عليكم يا جماعة. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تابعتونا على كل يوم عندكم تنشينا كل يوم تنجموا تربحوا أكيد تدخلوا معنا في تيراج أوسوح اللي خاولي لكم تربحوا كادو مزيان من أهداء الفريقي جي سيم. تحية كبيرة لزميلتنا أمنة بوخيت زميلنا سهيل سمينة سفدين بولعرس في الديجيتال. يعطيك الصحة حمزة مشكور جدا. يعطيك الصحة شفامين اللي ديما ديما منورنا ودائما الحقيقة عنده معزة سبيسيال عندنا شفامين باللي غوسيت لبنينة برشا برشا واللي ديما كل يوم يمتكم بها تشكال مرسي عن غران مرسي تشكال اللي ديما معنا وديما ان شاء الله هكا من مونستنا تلة شهر رمضان. كنت معكم نور البيجي ان شاء الله غدوة نكون معكم في نفس التوقيت كما العادة يا جماعة تيسوا ارواحكم ما كثروش من المقلي نقصوا شوية من السكر في الافطار المين حاولوا نشربوها على 3 مرات ما نزربوش برشا في شقان الفطر ما نبدوش بلي بريكة ان شاء الله كل النصائح الطبية باش تلقاوها على الباج اوفيسيال نتاعنا على نصائح اكيد قبل شقان الفطر ان شاء الله تصوموا وتفطروا بالصحة. يلا بقالي كيفاش نقول لكم تصبحوا على الف خير. مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنينة أخرى.